بس هنا. ده دكتور نادر. يا دكتور نادر. يلا يا حاج انتصار. انت يا دكتور نادر. يلا يا حاج انتصار. يا بنتي ده الدكتور نادر يا بنتي. ونملي طيب يا غزالي بس قولوا لأمي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طب ونملي طيب يا غزالي. يا حلاوتك يا نونة ويا حلاوتك. الحمد لله على السلامة يا سيد المعلمين. خمس دقايق بالظبط هتشيلك الملوخيه على شوربه جوز الانارب سلقاهم ومحمراهم هتاكل صوابعك وراهم. الله الله بسم الله ما شاء الله. هناكل ملوخيه بالانارب ليلتنا انارب وعون الله يا نونو. ريح بس انت جتتك قدام التلفزيون وانا خمس دقايق بالظبط والاكل يكون جاهز. فقولك ايه، فكريني ننزل على الجياره بعد ما ناكل عشان اجابلك جوزين شباشب احسن شبشبك مش عجبني. يعمر بيتك دايما كده فاكرني وكاسيني. امال الراجل اللي ما يشوفش طلبات اهل بيته ما يبقاش راجل. عندك العيب يا اخويا، عندك العيب وازح. انا عايز تجيب لي جوزين شباشب اللي شايله همك ومعشراك، لكن ست البرنسيسه اللي انت عملت لها تمن ومسحت بكرامتك الارض قلت لها هكتب لك الشقه باسمك وانزل اجيب لك عفش من دمياط لحد ما ركبتها علينا ودلدلت. وبعدين بقى نونو احنا هنفتح في المتقفل ليه؟ انا بس صعبان عليا منظرك وانت راجل كبير ومعلم وشحت كده وانت متهزق قدامي ومهزقني معاك وهي مستقويه بالحكومه وماشيه مع الواد الظابط ده. ايه هي ماشيه معاه؟ ايوه. امال هيعمل لها كل ده عشان ايه؟ الشرطه في خدمه لمؤاخذه الشعب. انا بس اللي صعبان عليا كرامتك وكرامتي اللي داسوا عليها وانا راح اطلب لك ايديها. ما خلاص قصه وخلصت وحوار وراح لحاله. لا يا اخويا ما راحش لحاله ولا حاجه. انا مستحملش قرفك وهمك وحرماني من الضنا وفي الاخر ترميني في الشوارع وبات في الجامع وبتلطم زي الشحاتين. تفهمي بقى يا نوال اللي فات مات، انت عاوزه ايه دلوقت؟ عايزه رد شرف، عايزك تكتب لي البيت ده كله باسمي. ايه نعم يا اختي. ايه I like this baby I would like to buy it. You accept checks? Yeah, we accept checks, but you have to know this car is nearly about 1 million euros. It's been modified from the previous owner with a lot of features inside. It have a crocodile leather seats, it have a lot of sensors, special brakes, and more and more. Nice, no problem. It's okay. انت اللي هتمضي له عشيك. اه طيب اوكي. مبروك يا حبيبتي، مبروك. مبروك. Congratulations guys. Thank you. Thank you. Thank you. يعني يا وليه مش قادره تسلب طولك لحد اخر اليوم بدل ما تستموتي فيها والضياع علينا اليوميه نصرف منين احنا دلوقتي؟ هي
تعبت يا اخويا، تعبت وما لقيتش، ما درتش بنفسي غير وراسي بتترزع في ارضيه المستشفى. كربنا خادك وريحنا منك. هتعمل ايه بقى؟ لسه ليا عمر. وانت جالك فلوس؟ فلوس؟ فلوس منين يا حسره؟ اصل شايفك شاري حشيش. شكك شكك يا اللي تنشك في نواضري، مش سمويته ومفنجله عينيك قد كده، مش سمويته وبتعد عليها الانفاس جالك قطر. هو الدكتور نادر كان عايزني في حاجه؟ الدكتور نادر؟ مالنا احنا ومال الدكتور نادر؟ وهيعوزك في ايه؟ بس انا شايفاه وهو نزل من عندنا. دكتور نادر؟ احنا مالنا ومال الدكتور نادر؟ الله، وايه اللي هيجيبه عندنا؟ انا ما شفتوش من ساعة ما بنتك طفشت مع الواد الزبالة. يا لهوي، انا شايفاه بعينيا الاتنين. الهي تمتص في عينيك الاتنين. مروان انت جايبنا هنا ليه؟ انا مش فاهمة حاجة. هبتي مش شرطة تفهمي، بس انا قلت لك طول ما انت مع مروان دايما كسبان اتفرجي كده واستمتعي. ماشي يا دينا بنتفرج. واو، ايه ده؟ ايه اللوحة الجميلة دي؟ يا مساء الخيرات. يا اهلا وسهلا. تتكلموا عربي قلبي اتقطع يا جماعة، مش معقول، انتوا منين؟ مروان ابو العرب من مصر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مدام. اهلا بيكم، نورتوا. شو جاي زيارة ولا جاي تشتري عنا؟ يعني سياحة كده، وبصراحة انا اول ما بصيت للوحة دي اتخطفتني. هي اللوحة دي بكام؟ والله هيدي اللوحة زين ما اخترت، انت مزوقة كتير. هذه اللوحة مش غالية عليك، هذه بمليون يورو. عظيم. لا تستاهل، تستاهل فعلا مليون يورو حبيبي. وانا عنا الاوراق اللي بتثبت ان اللوحه اصليه وملكيتها من اول واحد اشتراها لحد ما وصلت عنا. هذا عظيم، انا هشتريها. بس انا كنت سمعت ان المعرض هنا بياخد يعني يا اما الكاش يا اما بياخد حاجه بنفس ثمن الكاش قصاد اللوحه. اكزاكتلي. لكن ده بيتم في اضيق الحدود، يعني بنبدل لوحه بلوحه. طيب انت منين؟ أنا من لبنان. طيب يعني إحنا عرب زي بعض. ولازم بقى تقدم لنا تسهيلات. إحنا هنبدل اللوحة دي بعربية موديل السنة دي، موجودة بره قدام الجاليري، ويا ريت حضرتك تشوفها. هاتي الورق اللي معاكي ده. الورق، هاتي الورق بسرعة. أنا لسه شاريها لصديقتي من فترة قريبة جدا، يا ريت حضرتك تتأكد، ولو ينفع أحب أشتري اللوحة دي. حبيبي انت جاست شاريها الحين؟ ايوه ما عنديش مشكله. انت مش لسه قايل حضرتك انا راجل مزواق؟ انا بقدر الفن وعارف ان لوحه زي دي فرصه، لكن العربيات عادي تيجي في اي وقت. شوف حبيبي، انا بدي اعمل 2 اتصال، واحد لصاحب الجاليري عشان اشوف موضوع البدل، وواحد لصاحب الاجانس مال كارما الحلوه عشان نشوف ملكيتها للسياره. تمام، انا ما عنديش اي مشكله، اهم حاجه ان الورق يكون سليم. يا ولا ارحم نفسك من السجاير يا ولا، صحتك هتروح منك يا حبيبي. ده انت لا بتنام ولا بتاكل ولا بتشرب ولا حاجه خالص، واخره المتامه طول النهار قاعد لي تسمع لي عبد الحليم حافظ وتعملها لي مندبه. على ايه يا اخويا؟ ده لا تسوى ولا تستاهل. مش تقول الحمد لله اللي جت من عندك يا رب وطلعت سكه الحريم مقفوله؟ ونشوف بقى سكه الشغل يا ولا، يمكن ربنا يكرمك زي ما كرم ابراهيم. يما سيبيني في حالي ورحمة أبويا. يما سيبيني في حالي. يما سيبيني في حالي ليه يا ولا؟ أنا كنت ماسكة في تلابيبك ولا في ديلك؟ ما أنا حاطة صرمة قديمة في بقي وساكتة وما بنطقش. يما أنا تعبان، أنا تعبان، وحياة سيدنا النبي. أدي راسك يا يما، سيبيني في حالي، وحياة سيدنا النبي تسيبيني في حالي. اللهم صل عليك يا حضرة المصطفى. هو حالك ده يعجب حد يا ولا؟ يعجب عدو ولا حبيب؟ وعشان إيه؟ عشان حتة بنت ممرضة لا راحت ولا جت؟ ما هو عمايلك السودا اللي انت بتعملها ده مخليه آلهة هم اللي يركبوا علينا ويتمططوا علينا. ارميها ارميها من ورا ظهرك يا واد، وبكره تشوف وتقول امي قالت. اي والله بكره ما في كلب جربان من الكلاب الضاله ده ايه هيشمها ولا هيتجوزها، وهتعنس ان شاء الله. ومش حلوه يا واد، لا حلوه ولا نيله، ده عامله زي اللي بلع عصايه ما اتقضمتش، جاتها 60 مصيبه. ده انت احلى منها يا واد، والله انت احلى منها. صدق يا امه. نعم عندك حق يا امه، انا هروح اقطع تذكره في البرج. اقطع لي معاك وارمي نفسي من فوق عشان اريحك واسيب لك المكان ده. يوم سلام يوم. سلام. انا عايز اقول لك حاجه قبل ما امشي. يوم نعم. ابويا لما اتجوزك يوم ما شافكيش يوم الا بعد ما خلفني. سلام يوم. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده بالظبط.
شوف خي مروان، مش معنى ان احنا جالري انك ممكن تنصب علينا. نصب ايه؟ احنا عملنا ايه يعني؟ طب اهدي اهدي بس. احنا عنا امن وعنا سيكيورتي مش موجود في العالم، وعشان هيك كل هذه الحركات مرت علينا، والشيك مال المعرض بتاع السيارات اكيد بدون رصيد، واليوم اجازه رسمي للنيابه والبنوك، عشان كده الهانم السنيوره هتبات في الحبس. انا هبات في الحجز؟ ليه؟ هو احنا عملنا ايه يا مروان؟ وعندي خبر حلو كتير عشانك، الاجانس مال سياره بعت حد ياخد السياره، فبليز give the policeman the key of the car. ماشي. اتفضل. بس لعلمك انت هتدفع ثمن كل كلمه انت قلتها عشان انت مش عارف انت بتعامل مين. مروان ده بيقولك ان احنا هنتحجز يومين. ما تقلقيش يا حبيبتي انا هتصرف معاك. بلاش. ازاي؟ انا هخليهم يدفعوا الثمن. يا عمي انا نفسي تسمع كلامي مره واحده. احنا نشوف محامي كويس ونعمل له توكيل قضايا بتاريخ قديم يترافع عن هايدي ويخرجها من اللي هي فيه. يا ابني نادر في حاله صعبه جدا، لازم نقف جنبه ونساعده. لو سحبنا منه القضية مش هيلاقي حاجة يعملها وهيضيع مننا. انت هتجنني يا عمي، عايز تساعد نادر على حساب بنتك؟ لا طبعا، بس مفيش محامي في الدنيا يقدر يطلع بنتي من اللي هي فيه غير نادر، وكذلك نادر مفيش حد يقدر يطلعه من اللي هو فيه غير هايدي بنتي. عشان كده احنا بقى في النص، لازم نحل المعادلة الصعبة دي. خد خد خد. مش عايز انا. انت حر بقى. الله، انتصار؟ خير خير، في ايه؟ اقعد. الله يخليك. تسلم يا ابو طالب بيه. سلامتك. تسلم يا رب. انا قلت اجيلك يمكن تكون عايزني في حاجه. عايزك في ايه بقى؟ تسلمي، مش عايز حاجه. اصل انا النهارده تعبت وانا في الشغل، فروحوني بدري. وانا مروحه اول ما وصلت عند البيت لقيت الدكتور نادر نازل من عندنا، جريت وراه عشان احصله ملحقتوش، فطلعت فوق سألت أبو نجوان قال لي إن هو ما جاش، كان بيكذب علي. قلت أجيلك يمكن تكون وصلتك أخبار عن نجوان. طمني طمني إلى يسترك، أنا قلبي بيتقطع قلبي. نادر عند أبو نجوان؟ وأبو نجوان بيكذب وينكر وجوده؟ طب ليه؟ ما أنا قلت لك قبل كده يا عمي نادر ده وراه قصة طويلة. أنا مهندس لكن أفهمها وهي طايرة. أنت جننت يا دي يا سوكا؟ عايز تنتحر وتموت كافر؟ هو الواحد عايش ليه؟ عشان ياكل ويشرب ويشتغل وربنا يكرمه باللي بيحبها. طب أنا عايش ليه بقى؟ يا سوكا ما تكفرش بعيشتك واللي خلقك. ثم إن معلش برضك ما تأخذنيش يعني المغنى ده مش شغلانة برضك. أصل يعني فكر نفسك هتبقى مين؟ تامر حسني ولا نانسي عجرم؟ يا عم مش وصلك أنت للناس دي يا عم. بقول لك إيه؟ بص اسمع مني، شوف لك اي باب رزق تاني تاكل منه عيش عشان ما تروح تتقدم لهجر ولا غيرها، ما حدش يقول لك بيم. انت برضه يا كوريا اشتغل اشتغل اشتغل. انا مش هشتغل على الشغلانه اللي بحبها، ومن الاخر كده انا بحب الغنى، ومن الاخر كده انا نفسي ابقى زي الفنان الكبير تامر حسني او نانسي عجرم. خلاص ماشي، بس ما ترجعش بقى تقول جاي لما الدنيا تدب فيك وتدب فيها. بقول لك ايه، ما حدش بياخد كل حاجه. عايز تعيش زي الناس يبقى تعمل زيهم، عايز تعيش بدماغك يبقى ما تكبرش بقى مخليه ربنا يعيشه على هواك. انا مش عايز حاجه من حد يا كوريا. هي بس البت هاجر شقلبت حالي، خلي دماغي تحت ورجلي فوق، ومش صراحة مش عارف اعمل ايه. معاك حق الصراحه، يا بت جدعه وتستاهل، بنت بلد. هي مجد بنت بلد، فيها بنت بلد وجدعه زيك، بس بقول لك ايه، انا مش هسيبها. ومن الاخر بقى اهدي بصراحه، الواحد يموت على فرشتها وهو مطمئن. ماشي يا عم الحبيب، موت على فرشتها وانت مطمئن. يا مطمئن. تعالى يا كداكي، تعالى تعالى، ما تتكسفش. مساء الجمال والفرفشه يا اداره. اهلا يا طاعون، ازيك؟ اقعد يا هيما، انت وانا جايبك اخطب لك، ايه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير، هيما ابن منطقتي واخ اصغر ليا. وانا شفته امبارح حتى بالاماره كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير، القلق ده انا ما احبوش، حتى بالاماره انا اول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان. لا وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير، هيما ده ابن اصول، ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا اقعده، الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف، صاحبك وضيفه كاب على راسه من فوق، مره يعني كده ولا حاجه مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا، مش لما مؤاخذه مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي؟ هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي، واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه.
خلاص دخلوا المطبخ نجربه. لا مطبخ ايه يا كبير، ما تتنيش بالحياة، ابوس ايدك. ما تخليني هنا في الصاله، ده انا عاجبك قوي، شغلني اي حاجه في الصاله، ان شاء الله تشغلني رقاص. نادر اخر حاجه ممكن اتخيلها ان نادر كل له علاقه بالموضوع ده. يا سلام، ما انا كنت شاكك فيه من اول لحظه، الباشا مجمد القضيه وما بيحركهاش خالص. بس انا خلاص ما بقتش قادره اثق في حد، حتى انتوا مش قادره اثق فيكم. انا مش عارفه اصلا انتوا معايا ولا ضدي، مش عارفه انتوا بتكلموني بجد ولا بتضحكوا عليا. انا حاسه ان انا خلاص هتجنن. ممكن تهدي شويه يا هايدي؟ ايه يا هايدي، يعني احنا هنكون يعني ضدك مثلا؟ اكيد احنا معاكي، ده انا قومت محامي كبير قوي، وهو طمني وقال لي هيبص على ورق القضيه وان شاء الله هيلاقي حل. بعد ايه؟ ما خلاص مفيش فايده. عندك حق تشكي في الناس كلها، بس الا احنا يا هايدي. عارفه ليه؟ عشان احنا بنحبك وهنقف جنبك لاخر لحظه. يلا لازم امشي بسرعه لحسن محمد راجع من المطار ولازم يلاقيني في البيت. يلا هايدي. انا ماشي، خدي بالك من نفسك، ولو احتجتي اي حاجه انا موجود. باي باي. باي باي يا طارق. يلا خلي بالك على نتجوز يا واد. مساء الخير. مساء النور. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قرايبك دول؟ لا دول قرايب جوزي. انا سمعت فعلا كنت متجوزه، الله يرحمه. هو انت اصلا سافرتي من مصر امتى؟ من زمان بقى، من وانا صغيره. ولسه راجعه بقى على كده؟ اه لسه راجعه. طبعا حاسه ان مصر متغيره كتير. هي متغيره الحقيقه، متغيره. وانت بقى كنت عايشه فين في الخليج؟ انت ليه بتحقق معايا كده زي ما اكون متهمه عندك؟ وبعدين انت بتطاردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ لا ابدا مفيش حاجه. بعدين اسف جدا اذا كنت بزعجك. عن اذنك. اقبل اعتذارنا عن الخطأ غير مقصود، الشيك طلع فيه رصيد واحنا اسفين. يعني ايه اسفين؟ انا مش فاهم، يعني انتوا بتعتذروا عن ايه بالظبط؟ انتوا عارفين انتوا عملتوا ايه؟ انتوا ناس اغبياء، مش عارفين تقدروا الموقف اللي انا فيه. لعلمكم انا مش هسكت، انا هروح للسفاره بتاعته واعمل لكم ازمه دبلوماسيه كبيره جدا. ده غير ان اللي واقف قدامك ده في بلده راجل اعلامي كبير وعنده محطات فضائيه كتيره جدا، وهشوه لكم منظر الجاليري والبلد دي اللي بتعتمد على السياحه العربيه. ده غير ان انا هرفع عليكم قضيتين، قضيه دوليه وقضيه جوه اليونان. I will sue you 10 مليون يورو. 10 مليون يورو is too much مسيو مروان، واجراءات خروج الهانم بتتم الحين، يعني شويه وهتبقى معاك. يعني ايه؟ ايه البساطه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ انا مش فاهم. واحده سايحه شريفه كبيره جدا في بلدها تيجي تبات في الحجز هنا في بلد غريبه زي دي، تعتبرها ببساطه كده وتعتذر وتقول انا اسف؟ I don't need your car. I want my check now. We are ready to pay any compensation you want, no problem. But the amount your request is too much. We can't. We can pay you only 500,000 euro. واحنا كمان ممكن ندفع زي المصاري هذه. مش عارف انتوا ازاي بتعاملوا السياح البني ادمين اللي بيجوا لكم ويفتحوا لكم بيوتكم بالفلوس اللي بيدفعوها بالطريقه دي، بتعاملوهم بشكل رخيص. خي مروان حبيبي، نحن بندفع لك 1 مليون، هذا عشان نعتذر لك وتبقى راضي عنا. سارة. نادر، ايه اللي جابك؟
وبعدين وبعدين اخرته ايه اللي انا فيه ده؟ يعني هفضل هربانه كده لحد امتى؟ واثبت براءتي ازاي؟ وانا هعمل ايه لوحدي وكل اللي حواليا يتخلوا عني وسابوني؟ حتى نادر، نادر اللي كنت معتمد عليه في كل حاجه وكان املي الوحيد، سابني لوحدي ومشي. انا خلاص مش قادره اثق في اي حد تاني ولا عندي امل في اي حاجه. انا تعبت، تعبت بجد، مش قادره خلاص. هايدي، انا جايه اترمي في حضنك قبل ما اسلم نفسي. سلمي نفسك. سلمي نفسك ليه يا بنتي؟ في ايه؟ ابراهيم نوح ابراهيم؟ تقريبا. امضي هنا. انا؟ ايوه. ايه البتاع ده؟ ده السلع في النيابة. امضي في ايه؟ امضي حضرتك. اتفضل. كوريا، كوريا. ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبهولا عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو، امال الكوليه بتقولها لي كده كاني ما اعرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى اعملهولا كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روح اقعدي هناك، هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. الساعه بقت 2 الظهر وانت بقالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربيه. انا جالي استدعى من النيابه. يا نصيبتي، ليه ما عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ ما انا على حطت ايدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس لسه مصاحب لي العيال الساعه طعموس بلته. مصاحبهم تقوم النيابه عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك يا حبيبتي، يلا حبيبتي حلوه كده عشان نبقى قسمنا البلد نصين بين انا وامي. يلا حاسبيع شيماء. وايه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريحه كويس. انا لو فضلت عايشه بالطريقه دي اخرتي هتبقى في مستشفى المجانين مش في السجن. انا هفضل هربانه لحد امتى؟ هفضل عايشه جوه جمالات دي قد ايه؟ انت مش متخيل يا بابي الناس اللي انا عايشه معاهم عاملين ازاي؟ مش متخيل بتصرفوا ازاي؟ انا خلاص مش قادره اكمل، انا تعبت. ليه بس كده يا ست هايدي؟ طب والله يا ابو طالب بيه، والله الناس هناك في بطن البقره بيعشقوا وبيحبوا ست هايدي دي، وخصوصا بعد ما فتحت المحل بتاعها، عاملينها هناك الرئيسه. يا هايدي يا حبيبتي، ما تضيعيش نفسك في لحظه خنقه. انت بجد قدرتي تكوني قويه، عارفه يعني ايه انك تعرفي تستحملي وتعيشي في المكان اللي انت رحتيه ده، وتعرفي تقفي على رجلك من تاني الحمد لله، وفي ظل كل الظروف دي فتحتي مشروع طول عمرك بتحلمي بيه او شبهه كمان. ليه دلوقتي عايزه تخسري كل حاجه؟ هخسره عشان ده مش بتاعي، ده بتاع جمالات اللي انا مش طايقاها ولا قادره استحملها. انا خلاص عايزه ارجع هايدي بقى. غلط يا حبيبتي، غلط يا هايدي، انت لو رحت السجن مش هتستحمليه. لا هستحمل، ده عندي اهون مليون مره من ان انا اتخمن ناس بحبها ووثقت فيها. كمان حكايه نادر دي انا مش قادر اصدقها. نادر ده ضحيه زي هايدي بالظبط، بس كل واحد بيتحمل حسب طاقته. أنا فكرت زي ما بتفكر بالظبط يا أبو طالب بيه في الموضوع ده. أنا مش عارف هتفضل تدافع عنه لحد إمتى، ما كل حاجة واضحة زي الشمس، ده كل حاجة واضحة أكتر من الشمس. أكيد في حاجة إحنا مش فاهمينها، بس أنا هفضل وراها لحد ما أفهمها. يلا حبيبتي، يلا قومي كده وروحي مع شكري بطن البقرة وخليكي جدعة، خليكي قوية. حتى لو قعدتي سنتين جمالات، أحسن ما تترمي في السجن وناس تانية تتمتع بفلوسك. إيه ده؟ انت مستني حد؟ انا لا مش اطلع اطلع يا حبيبي، اطلع اوضتك، اطلع اوضتك، انا مش مستني حد. السلام عليكم، ابو طالب بيه موجود؟ كنت عارفه انك هتيجي تاني، بس بصراحه ما تخيلتش انك هترجع بالسرعه دي، فاجئتني. انا بقى مش متفاجئ، لاني رجعت بس مش زي الاول يا ساره. دلوقتي انا عارف انا عايز ايه اكتر من الاول بكتير قوي. ساره، انا محتاج بنت زيك في حياتي. زي ساره، انا مش عايز ابقى لوحدي، وفي نفس الوقت مش عايز ابقى مع حد. نفسي جدا اخش في علاقه،
بس من غير ما اكون مرتبط. تقدري تقولي كده عايز اخرج من الحاله اللي انا فيها دي، بس من غير ما اخش في حاله جديده. وانت شايف بقى ان انا احقق لك ده؟ جدا. ساره، تعرفي ان احنا شبه بعض جدا في المرحله دي؟ انت بنت مش زي اي بنت انا قابلتها في حياتي قبل كده. مش بتفكري بطريقه تقليديه، بيت، جواز، مسؤوليات. ما اعتقدش انك هتاذي اللي معاكي، بشرط انه ما يذكيش. انا شايف ان دي ممكن تكون علاقه فير جدا، واضحه وما فيهاش اي غموض. اوكي انا موافقه، بس بشرط. شرط ايه؟ ما تديش لنفسك حقوق انا ما اديتهالكش، وما تطلبش مني حاجه انا ما طلبتهاش منك. اوكي؟ قصدك اصحابك الولاد؟ خالص، انا ما بحبش التعدد، ما بعرفش اكون مع راجلين في نفس الوقت. بس انا بتاعتي انا، مش بتاعتك ولا بتاعت اي حد تاني. وقت ما بحب امشي بمشي. مش قلت لك ان انا عمري في حياتي ما شفت حد زيك؟ بقول لك ايه، انا كنت مسافره الغردقه بكره مع اصحابي، بس بما انك ظهرت انا ممكن اكنسلهم واطلع انا وانت شرم الشيخ. بصراحه محتاجه اغير جو قوي، ايه رايك؟ اكسلنت ايديا. يلا بقى روح حضر شنطتك وتعالى اركن عربيتك بره، نطلع بعربيتي. يلا قوم يا ولا، واد يا سوكه اصحى يا واد، قوم اصحى على رزقك يا ولا. يا ولا قوم يا ولا، يا ولا كلاب السيكك ماشية ساعي على رزقها من الفجرية يا واد، وانت نايمني مفشخ زي النسوان والولاية. قوم قوم لحسن، وكتاب الله والنبي ومن نبى النبي، ان ما قمت يا سوكة لكون كرشك برا بيتي. ياما في ايه ياما؟ بس هو انا عشان بحبك ياما بتزليني كده ليه ياما؟ ارمي نفسي في الشباك ياما واموت نفسي في ايه ياما؟ وانا مش ابنك ياما ولا ايه؟ مالك ياما في ياما؟ انت ما بتحبنيش ليه ياما؟ ومصعب انا بحبك. ومن الاخر بقى ياما، انا معايا فلوس الفرح وفلوس افتتاح المحل. فرح وافتتاح المحل؟ ما طبعا لازم يبقى معاك فلوس الفرح وافتتاح المحل في جيبك ومخزنهم، علشان خاطر قاعد على قفايا واكل شارب نايم ما بتدفعليش ميلم واحد. اه يا اخويا، بقول لك ايه يا ولا، وكتاب الله وكتاب الله، ان ما قمت دلوقتي وفزيت ولبست وساعدت على رزقك لكون مقطعك حتت. قوم يا ولا، شوف لك شغلانه عدله يا ولا. ياما عدلتي ياما؟ انت بتكلمي نجار مسلح ياما؟ في ايه ياما؟ ده بس ده انا بحبك وعاوزه مصلحتك. اسمع ما اقول لك، الواد ابراهيم كبداكي بقاله كام يوم كده اهوت بيخرج في نصاص الليالي ويرجع وش الفجريه ولابس حاجات كده غريبه. اه وقفل عربيه الكبده، انا مش فاهمه ايه الحكايه بالظبط. انا عايزاك بقى تخش تحت باطه كده اهوت وتقصقص ايه الحكايه وتعرف، وتاخد منه العربيه تشتغل عليها بدل ما هي مقفوله. بس ياما لو انا خدت منه العربيه ابراهيم هيشتغل ايه؟ بقول لك ياما، انا لا في الكبده ولا في السجق ولا في الفلفل، ابنك بعون الله فنان. يا اخي فنوا عليك ساعه وانفضوا يا اخي، فنان ده ايه؟ بقول لك ايه، من الاخر كده انا مش هرجع واسكت الا لما تتقصقص من الواد ابراهيم على موضوع الكبده ده ايه. اه وترجع لي وانت شغال على العربيه. فن ايه يا اخي ومغنى ايه؟ انت غنيت كم مره في حياتك يا ولا؟ مش هم خمس مرات يا ولا اللي غنيت فيهم وعامل لي فيها عبد الحمولي؟ طب ممكن اقول لك حاجه؟ اوه خلاص مش قايل. قول يا ولا. بقول لك ياما، لو ربنا كرمني يعني وخدت عربيه ابراهيم واشتغلت عليها، تيجي معايا اللي قبل هاجر تخطبها لي؟ يا دي هاجر وسنين هاجر واللي خلفه هاجر واللي حطوا بذره هاجر. ماشي يا سوكا، روح اشتغل الاول وبعدين ربنا يحلها بعد كده. حبيبي ده انت نور عيني يا ولا، يخرب بيت عقلك. يعني ايه انت تاخد الثلاث ارباع وانا اخد الربع بس؟ مش انا اللي اتحبست واتمرمطت واتبهدلت وانت قاعد هنا بقى عامل لي حفله وسهران ولا على بالك باي حاجه خالص؟ هو كده يا حياتي. يعني ايه هو كده؟ اقعدي بس، اقعدي اقعدي وانا فاهمك. بص يا روحي، في ناس بيبقى عندها مخ وهي اللي بتخطط، وعاده دول بيبقى ليهم من اي عمليه 90%. اه وفي ناس تانيه بيبقوا بهايم ما عندهمش مخ ودول بس بيبقوا بينفذوا، ودول عاده بيبقى نسبتهم 10%. وانت عشان خاطر روحي وحياتي قلت يبقى لك 25%، يعني انت ليك الربع. ها انا غلطان؟ لا 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 يا حبيبي، يفتح الله، انا عاوزه النص، يا اما هنزل وابلغ البوليس بالحكايه كلها. انا في السليم، انا مية مية. الله، بس شفتي انا صح، انت شكلك من بتوع 10%. يس. هلو مستر مروان،
I have two news for you. One is good and one is bad. Did you get it? Yes, we found one identical to the one you have. It's with an Italian broker. He bought it from an ex-prime minister. What's the bad news? The bad news that he won 2.5 million euro for it, which means 1.5 million euro more than the one you bought. It's too much. But it's okay. Buy it. So you want me to buy it? Okay. We'll buy it right away. At your service all the time. Thank you. Thank you, Mr. Andrew. Goodbye. انت بتعمل ايه من ورايا؟ شغل. شغل يا حياتي. بقول لك ايه؟ سيبك بقى من الخرط اللي احنا عاملين نقوله ده. وعايزك تخش جوه دلوقتي تاخدي لك دش سخن وتروقي الدماغ كده وتلبسي فستان متدلع اخر الاج عشان خاطر في راجل خليجي مليونير جاي يقعد معايا والقعده دي تهمني. يبقى انا النص وانت النص. خلاص بقى خلاص خلاص خلصنا الموضوع ده خالص. نصيبي ونصيبك مع بعض ولو احتجتي حاجه بقولي لي. يوه يلا بقى حبيبي بقى ظبط ورق العنب. انصرف يا ولا انت بقى ولا حياتي تتكلمي في ايه بس؟ الله ما انا فلوسي فلوسي. ده انا امي دايما بتقول لي اللي في ايدك يا ابني دايما مش ليك. الله بص بقى يا سعاده الباشا الواد نادر ده واد وسخ هو كان مش خطيب بنتي انما عايل زباله. اكلمه بالتليفون واقول له ان انا معايا اوراق مهمه هتفيد الست هايتي في القضيه وتديني 5 مليون جنيه يقوم يجيني البيت ويهددني انه هيحبسني. خلص خلص خلص. وبعدين ده مهتمش حتى يعرف الاوراق دي فيها ايه. ده ما استعنفوش من الاساس. يعني لو كان اداني حتى 100,000 جنيه كنت قلت له الاوراق دي ايه. يعني نادر مش متفق معاه. انت يا جدع انت جاي هنا عاوز ايه؟ هو لا مؤاخذه مش حضراتكم ناس مهوات ومتعلمين. انا جاي بقى لاصحاب الشأن. ومش سعادتك برضه يهمك مصلحه بنتك؟ انا هدي لك 1,000 جنيه وتقول لي الورقه فيها ايه. 1,000 جنيه يا باشا انت هتستهبل؟ انت شايفني جاي لك ومسقط المنطلون. سيبك من الالف وال100,000 ركز في ال5 مليون وما تبقاش معفن. 100,000 جنيه ما يقلوش شلن. عاجبك عاجبك مش عاجبك خلي بنتك هربانه لحد ما تتحكش وتترمي في السجن رميه الكلاب. الكلاب تنهش في جتتك امال اقعد كويس امال واعرف قاعد قدام مين. خلاص خلاص جهز الورقه وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله 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 ده حلوت قوي. هاي ده هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس.